لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة إسطنبول التركية المحلل السياسي والمختص بالشأن التركي السيد طه عودة. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا سيد طه، كيف تفسر تحرك تركي في عفرين شمالي سوريا وتصاعد لهجة التصريحات الرسمية التي وصلت إلى حد التهديد بوأد الميليشيات الكردية؟ من دون شك أعتقد الخطوة التركية هذه تأتي وسط وخاصة بعد التهديدات الكردية في المنطقة وعلى الحدود التركية السورية، أيضا التصعيد وخاصة من قبل أعلى المستويات ومن قبل الرئيس أردوغان فيما يتعلق بالدخول والتدخل في عفرين خلال الأيام القليلة المقبلة. جاءت يعني بعد التطورات أو الخطوات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بنشر قوات على الحدود. هذه الخطوة هي عقدت من الأمور وزادت من التصعيد على الحدود، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني في الفترة الأخيرة كان هناك نوع مسافة بين الطرفين فيما يتعلق ب العلاقة ما بين أنقرة وواشنطن، وهناك انتقادات، ولكن هذه المرة الوضع أصبح أكثر وضوحا وخاصة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي تدعم بشكل كبير هذه الوحدات الكردية الموجودة على الأرض والقيام بضبط للحدود. كل هذه الأمور هي تهدد كما تقول أنقرة أمنها واستقرارها. في ظل هذه التطورات جميعها والتي وصفتها بالواضحة أستاذ طه، ما هو السيناريو المتوقع في عفرين أمام الخطوة الأمريكية لدعم ميليشيات سوريا الديمقراطية صراحة وبالمقابل التحرك التركي؟ يعني في البداية منذ فترة يعني أنقرة هي دائما وضعت الخطوط العريضة فيما يتعلق ب دخولها الى الداخل السوري. نتذكر يعني قبل عام ونصف من الان كان عمليه درع الفرات، الهدف منها كان دحر التنظيمات الارهابيه تنظيم داعش وايضا منع قيام كيان كردي. هذه المره التهديدات تصاعدت بشكل كبير وخاصه بعد الدعم اللامحدود من قبل واشنطن الى الاكراد. انقره هي هناك هاجس كبير وهو منع قيام دوله كرديه على حدودها. السيناريو اعتقد ان تركيا حاليا اذا لم تحصل على توافقات دوليه، وهنا اخص بالذكر من قبل روسيا او من قبل واشنطن للقيام بهذه العمليه، اعتقد ان سوف تكون هذه العمليه ليست بالسهله وسوف تكون مغامره بالنسبه للاتراك. هذا على الصعيد العسكري، ربما لو أسألك عن التداعيات السياسية لهذا التصعيد الأمريكي على الملف السوري وكذلك على العلاقات الأمريكية التركية. من دون شك أعتقد العلاقات التركية الأمريكية منذ عهد الرئيس أوباما كانت هي تشهد حالة من التوتر، ولكن كان هناك نوع من الأمل في إعادة هذه العلاقات من جديد وعزم ضبطها من جديد خاصة في ظل الإدارة الجديدة، ولكن بالعكس توترت بشكل أكبر. أعتقد أن العلاقات بين الطرفين سوف تكون أكثر توترا وأكثر تباعدا خلال المرحلة المقبلة. نعم، ماذا عن باقي المناطق ومصيرها في الشريط الحدودي؟ هذه المناطق التي تتمركز فيها ميليشيا أو الميليشيات الكردية عموما في شرق نهر الفرات. نعم، يعني أعتقد أن تركيا خلال الأيام القليلة الماضية كانت قمت بعملية قصف لتلك المناطق، وخاصة يعني كان الهدف الأساس هو عفرين، ولكن من المتوقع أن نلاحظ هناك تدخلات في تل رفعت وبعض المناطق الساخنة لعفرين. الهدف كما ذكرت وأكرر، الهدف هو منع القيام هذا الكيان أو هذا الممر الكردي على الحدود التركية. تركيا هي مصرة وتعلن بكل صراحة أنها لن تقبل التصريحات الصادمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واضحة وأنها هي تهديد علني لكل من يهدد أمن واستقرار تركيا.
أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي والمختص في الشأن التركي الأستاذ طه عودة، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.